بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أبو حسن الطبري في رئيس تمرين الدار الجوزية رجل نهار الجوزية الجوزية ودلوفيش ناس طبي إبراهيم إخلاقي جوز كان ألوف خلقاء شرابي فتيشي وزارة التربية والتعليم المشايخ الأفاضل أهل الفقيل عموم آل عبد الأهلية الشكرة المشيعين الكرام بالرضا والتسليم وبحزن لا يتراجع فيه على قضاء وقدر الله تعالى تلقينا نبأ وفاة الشاب الجميل المأسوف على شبابه بهاء شفيق عبد خلال حادث طرق أليم. بهاء الشاب المجتهد البشوش ساعد كل من طلبائه للعون وكلنا رأينا به الشجاعة والكرم والأدب وكان مساعدا للغير. فبعد انتهائي من التعليم في مدرسة كادوري وحصولي على شهادة هندسة تجند إلى الخدمة الإجبارية قبل أكثر من سنة وحتى يوم أمس لتقطفه يد المنون إلى جوار ربه. المشيعين الكرام، في هذا الموقف الأليم لا بد أن أتوجه للجميع وخصوصا الشباب كلمة رجاء. بالأمس دفن المأسوف على شبابه الشاب مضال كريم عادل الله يرحمه أيضا في حادث طرق، ومن هذا أتوجه لكم جميعا بكل رجاء أن تقودوا سياراتكم بحذر، فحياتكم غالية على الجميع، فلا تشرح قلوب أهلنا. أخي وزميلي الأستاذ شفيق عبد مدير مدرسة ثانوية، الجميع يعلم أنك عملت جاهدا من أجل تربية أولادك أحسن تربية، وعملت كل ما بوسعك من أجلهم ومن أجل مستقبلهم، لكن هذه هي مشيئة الله، ونحن مجتمع نؤمن أن الموت هو حق، الله يقدركم على الصبر. باسمي وباسم المجلس المحلي وكافة أهل القرية أتقدم للعائلة بحر التعازي وأصدق المواساة للجميع. لأغمدها الله واسع رحمته وسكنه فسيح جنات النعيم. عظم الله أجركم عزائنا الكبير بالأهل والأقرباء. لا أراكم الله من قرب هذه إلى آل البعيد. إن لله وإلى إليه راجعون. إنما من الرب يريد. أشيخين وخيم إخوانين اليوم أن أكون مفردين مع قيام بهاء شفيق عبد أشير بيت قيام أجيب تونات رخيم كالشر بهاء كتاب بين كوميف بيتحنيف على بات الزلاب على إزراء الآخر هو سيارة المداب بيت سفر كدوري بكبير تونات هندسة يريفي مش بقاي كرا خبري شفيق عبد أخيم اللي مفتاوت ويفعل مفتاوت هين كالشوطي Yeah.
الحاضرة أربع تكبيرات فرضا كفاية لله عز وجل مستقبلا الكعبة الشريفة مقتديا نويت الله أكبر الشوارع. أيها المشيعون الأفاضل، الوضع بحاجة لإرشاد التوعية. الثمن الذي يدفع
من الشوارع يجب أن يلقى حلاً ويواجه بصرامة وصراحة وإصرار. لذلك توجه إلى الأهل أن يحذروا الشباب من الرغبة بسرعة واستياق الطائشة وإرشاده إلى الطريق الصحيح. وإلى شبابنا الأعزاء نقول ارحمونا ارحمونا وارحموا أهلكم وأشفقوا عليهم. وفي الختام في هذا الموقف الحق نتقدم بفرس عزيزة قلبية صادقة إلى عائلة فقيدنا وذويه من أهل والأقارب والأصدقاء ومصيب بالذكر الوالد الثاكل الشيخ أبو هلال شقيق أبن جماعة مثل عزيزة التي نقدمها ونحملها لأهل فقيدنا الشاب نضال كريم معدي وقفين على مدى صعوبة هذين الفقدين المؤلمين لمن كانا لعائلتهما سندا وعضدا عزيزا. مستذكرين واياكم في موقف الصبر الذي هو وطية النجاة وشعار الحياة. نبتهل لله عز وجل ان يتغمد فقيدنا الراحل برعايته وان يشمله بعطفه وحنانه. واساله تعالى العوض بسلامة حضراتكم جميعا وان يلهمكم احضاركم جميل الصبر والرضا والتسليم. وانا لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحسنني مثل ما يشرفني أن أحمل في هذه مرأة جحاسي ورسالة مصرة مدرسة الأخوة الشاملة إلى أستاذنا وزميلنا ومديرنا أبو هلال شفيق العبد وعموم أهل الفقيه. أكثر الناس الذين نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم ونبسى لأساهم هم الناس الذين نحبهم. وأنت يا أستاذ شفيق لست مدير مدرستنا فقط، إنما بفضل إخلاصك وعطائك وحبك أصبحت حبيب أسرة مدرستنا. لذلك فمصابك هو مصابنا وحزنك هو حزننا. ومثلما نحن شركاؤك ومعاونوك في حمل مسؤولية المدرسة، كذلك نحن شركاؤك ومؤازروك في حمل وزرك، وخاصة في موقف جلل كهذا بفقدان ولدك المأسوف على شبابه بهاء. إن كان فقدان كل شاب خسارة، فكم بالحري فقدان شاب نشأ وتربى على يدي أسرة كريمة ومحترمة مثل أسرتك يا أستاذ شفيق. ولكن بالرغم من هذا كله فنحن أسرة مدرسة الأخوة عرفناك زميلا قويا ورجلا ثابتا، عهدناك ديانا مؤمنا رسخت فيك عقيدة الرضا والتسليم وتقبل قضاء الله وقدره. فلا يتوخى من أمثالك إلا الثبات على شكر وحمد الذي لا يحمد على مكروه سواه. ولن يظهر منك غير التأسي بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. فلن يكون شيء أعز عندك من محبة الله لك وليل الثواب والأجر عنده جل جلاله. ونسأل الله أن يمن عليك بأعظم مما خلق تعزاؤنا ببقاء نجديك هلال وشقيقته، رجينا لك استمرار الذرية الصالحة من الأحفاد. كما ونرفع اسم المدرسة أيضا أسماء آيات التعازي إلى صديقنا وحبيبنا كريم عدي الذي ثكل أيضا وفي نفس اليوم بفقدان ابنه الشاب. وأيضا كان ابن الأخ كريم طالبا من الطلاب الخلوقين والطيبين في مدرستنا. فالله يرحم الفقيدين وإنا لله وإنا إليه راجعون. أهلاً الشيخ الفاضل، أهلاً الشيخ الكريم.
الكرام أيها الأهل الكريم مع حدث الأبعاد ونفسنا يقول ألقينا في صحيحة يوم الأمس الأبعاد رقم 5 بحضور الخاشعة وشاهدون الدامعة خبر وفاة ابن الخال المكتوبة شبابي الشاب الجندي بهاء شفيق سلمان عبيد وذلك اثر حادث طرق شرقي مدينه عمان. وقد وقع هذا الخبر على قلوبنا وقع صاعقه لا سيما وان جاء المرور ذات مستقبل الاولاد بهاء وهو في جامعه شبابه حيث لم يكتمل عمره ال22 Thank you.